أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم. وقال فرعون ائتوني بكل سحير عليم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. 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 فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى ألقوا ما قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. قال موسى ما جئتم به السحر. قال موسى ما جئتم به السحر.
قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم
نبئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.